السلام عليكم اخوتي واخواتي، ومرحبا بكم في قناة نور الديلما، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقة تحضير ديال واحد البلاطو بريستيج راقي حلوة صابرة مع مرة بالتمر. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم الحلقة ديال اليوم وتجربوه. وكما العادة اخوتي، اذا عجبتكم الحلقة ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم الفيديو واشتركوا في القناة باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. طبعا بركة الله غادي ندوزو المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير وطريقة التحضير، غادي نخلطوهم جوج النهار هذا باش ما يجيناش الفيديو طويل. على بركة الله درت معلقة صغيرة ديال بودرة الفانيلا مع 250 غرام ديال الزبدة مالغارين، الزبدة النباتية مالغارين. كنزيد على بركة الله كاس ديال العنبة ديال السكر سنيدة قيمة 150 غرام ديال السكر سنيدة. كنزيد على بركة الله جوج بيضات، وكنخلط كل شيء. داك السكر، الفاني، الزبدة، كل شيء داك الشيء كنخلطو مزيان حتى كيندمج مع الزبدة. كنزيد كذلك كاس ديال العنبة ديال الزيت النباتية. غادي نزيد على بركة الله واحد صاشي من خميرة الحلويات، وغادي نبقى نضيف الدقيق. بالنسبة للدقيق، حاولوا تستعملوا الدقيق اللي يكون ممتاز، يعني الدقيق الخاص بالحلويات باش تجيكم الحلوة ديالكم زوينة. كنبقاو نجمعوا داك الدقيق، كنبقاو نضيفوا الدقيق. انا تقريبا هنايا دات معايا شي 500 غرام تقريبا، او لا 500 غرام وشويه. المهم كتبقاو تزيدوا الدقيق حتى كتحصلوا على عجينه بحال هذا الشكل هذا. نتوما كما كتشوفوا ما كتكونش قاصحه وما كتكونش مطلوقه. على بركه الله هنا عندي 250 غرام ديال العجينه ديال التمر. يمكن لكم تستعملوا 500 غرام على حساب الكميه اللي بغيتوا تصايبوا نتوما. درت ليها مع واحد شويه ديال القرفه، غير شويه، معلقه صغيره ديال القرفه، وعجنتها مزيان. على بركة الله دابا غادي نبداو نشكلو الحلوة ديالنا. كنوجدو واحد البلاطو اللي كنكونو تما كيما كتشوفو فرشين ليه ورق الفرن. كنجيبو على بركة الله هاد المول فاش كنديرو الحلوة ديالنا، راه معروف نتوما كيما كتشوفو. كنديرو فيه ندوزو في الدقيق، كنديرو فيه شوية الخليط ديال الصابلي، كنديرو كذلك شوية ديال العقدة ديال التمر. يمكن لكم تستبدلوها بالعقدة ديال الكاوكاو او لا العقدة ديال اللوز، حتى هي كتجي رائعة بزاف، كتجي لذيذة. صافي، وكنسدو على التمر بالعجينة بهذا الشكل هذا. صافي، وكنحيدوها. نتوما كما كتشوفوا الشكل ديال الحلوة كيفاش كيجي، راه كتجي رائعة بزاف. كذلك كناخدو، غنوريكم الشكل الثاني. دابا كندوزو في الدقيق، كناخدو شويه العجينه ديال الصابلي، نطلقوها في ديك البلاصه. صافي، وكنديرو شويه ديال العجينه ديال التمر، وكنسدو عليها بشويه العجينه ديال الصابلي، وكنضربو بها بهذا الشكل هذا. وكيخرج عندنا الشكل ديال الحلوه بهذا الشكل هذا. نتوما كما كتشوفوا، كنجيبو على بركه الله داك الفانيد او اللؤلؤ بهذا الشكل هذا، الفاني اللي على شكل لؤلؤ هكا. وكنديرو ليه كنديرو حبة في الوسط بهذا الشكل هذا. بالنسبة للشكل الثالث، تا هو كندوزوه في الدقيق، كنديرو شوية ديال العجين بهذا الشكل هذا، وكنديرو شوية الحشوة ديال التمر، كنسدو عليه بالعجينة بهذا الشكل هذا. صافي، وكنخرجوها. نعاود معكم واحدة أخرى، كندوزو في الدقيق، كنديرو شويه ديال الحشوه ديال التمر. هانتوما كيما كتشوفو، المهم راه الطريقه باينه معاكم. راه الا جاب الله ما دوزتوش في الدقيق غادي تلصق معاكم، وما غاديش تخرج، ما غاديش يخرج الشكل ديالها زوين. صافي، كنستفوهم في الطاوه بهذا الشكل هذا، كندخلوهم للفران لمده 25 دقيقه على عافيه تكون مهيله حتى كيطيب الصابلي من تحت وكيتحمر، وكنطلعو يتحمر من الفوق. دابا بركة الله غادي ندوزو باش نزينوه. بالنسبة لهاد الشكل هذا، كنغطسوه في الشوكولاتة بهذا الشكل هذا، شوكولاتة مدوب، شوكولاتة كحال. يمكن لكم تستعملو شوكولاتة بيض، حتى هو كيجي زوين الشكل ديالو. بالنسبة لهاد الشكل هذا اللي على شكل الأصابع، حتى هو كندوزو في السكر كلاصي بهذا الشكل هذا كما كتشوفو. بالنسبة للشكل اللي على شكل دائري وعلى بحال الشكل ديال الوردة، كندوزو ليه شوية ديال الناباج من الفوق او للعسل.
اللي متوفر عندكم. اللي متوفر عندكم كتستعملوا. فهادو هما الاشكال ديالنا. بالنسبة لهاد الاصابع الاخرين غادي ندير لهم زيكزاك ديال الشوكولا نواغ او الشوكولا سوداء بالشكل هذا. وبالنسبة لهذوك اللي غطستهم في الشوكولاتة غادي ندير عليهم شوية ديال الفانيل، داك الفانيل الحبوب الملون. وهذا كيبقى الشكل النهائي ديال الحلويات ديالنا. ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، كيجيو شي حاجه اللي لذيذه بزاف. وكما العاده اخوتي، الا عجبتكم الحلقه ديال اليوم وعجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تنساوش ديروا جيم الفيديو واشتركوا في القناه باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. ما تنساوش تبارطاجوا الحلقه مع الاصدقاء ديالكم باش تعمم فائده. غادي نقول لكم الى اللقاء الى حلقه مقبله بحول الله.